لقيت نفسي اتمرنت شوية، وبعد كده كان كابتن حسام البدري قال لي انت هتبقى سيرد باك النادي الاهلي والمنتخب مصر ان شاء الله. قال لي دخلني بصراحة ماتش في التاني، بعد كده ماتش الاسماعيلي دوت، هو جه يتكلم معايا، طبعا دي بقى الكواليس بقى الكبيرة، هو جه يتكلم معايا في الماتش ده قال لي انت هتيجي معايا ماتش الاسماعيلي، بس انت احنا كنا بنروح 20 واحد، 18 جوه الماتش واتنين بيطلعوا ايه في المدرجات، فانا من الاثنين اللي هيطلعوا. طبعا بالنسبه لي يعني ده اعجاز يعني. فرحت، كان الماتش غالبا كان الساعه 7 او 8 حاجه زي كده، فكابتن حسام بالظبط كانت الساعه 3 او 4، فلقيت التليفون بتاع الاوضه بيرن وكده، فبرد طبعا بقى كابتن حسام البدري. اول ما قالوا طبعا انا وقعت في أكيد. الارض، اي كابتن مش عارف ايه، قال لي تعالى دلوقتي حالا الاوضه. فرحت له الاوضه، قال لي انت النهارده هتبدا في الماتش باك ليفت. فبصيت له كده مش مصدق، ابدا في الماتش باك ليفت ايه يا كابتن؟ فقال لي مع ان انا سيرد باك على فكره، بس انا الباك ليفت دي بلعبها يعني مش دايما، لكن انا المكان بتاعي الاساسي سيرد باك، بلعب ناحيه الشمال عشان انا اشطر. فقال لي ده ماتش سهل واللعيبه كلها هتساعدك، كابتن بركات هيلعب قدامك، وكابتن شريف عبد الفضيل، وكابتن علي جمعه، وكابتن حسام غالي، وكابتن احمد فتحي، أسامي أسامي كبيرة. وكابتن جدو، وكان يعني قلت له تمام يا كابتن. قال لي انت ماتش بسيط. وساعتها كان الاسماعيلي اصلا كان قبلها باسبوعين كان كسب فرقه النادي الاهلي 4-1، كان حصل كده دروب في الاسبوعين ده، فده الماتش اللي بعديه، فمش هينفع يحصل اي حاجه. فلعبت بقى الماتش بالظبط، يعني انا طلعت في الدقيقه حوالي 40، انا اصلا وانا طالع انا بفكر في الله يرحمه في المذيع كابتن محمود بكر، انا بقى لما كنت بشوفه وبسمعه كان يعني كان بيقول افيهات حلوه، فانا خايف بقى يقول كام افيه بقى يخلص عليا فيه، يدمروك. فسبحان الله لما طلعت اتفرجت على الماتش لقيت هو اللي وقف معايا، اتكلم قال لي يعني انت ليه طلعته، انت كده حرقته. بعدين انا كنت شايفه من الحاجات دي، انت ازاي تلعب ماتش اسماعيل في اسماعيليه مش عارف ايه الكلام ده كله حصل، لحسيت الموضوع، وانا بالنسبه لي بصراحه الموضوع كان عادي، فعلا كنت نازل بسخن والله، ولا كنت خايف ولا اي حاجه، ولا وانا ساعتها كنت لاعب كمان كاس عالم، وكنت لاعب واخدين 3 افريقيا، فانا الحمد لله. وبعدين انا بصراحه تربيه النادي الاهلي بتعود الواحد ان هو ما يخافش من اي موقف، فانت من طبعا صغرك متعود على بطولات طبعا، وبتسافر بره من صغرك وبتلعب بطولات كبيره فطموح والكلام ده. بيبقى عالي. بس فبعد كده بقى لعبت الماتش، كان ساعتها مش اليوم بتاعنا طبعا خالص. من المواقف الطريفه طبعا اللي حصلت في الماتش، كان كابتن وائل جمعه لما كان بيدخل جول او حاجه فكان يبص لي وانا بعيد عن الجول خالص، فاقول له يا كابتن طب انا مش في الجول، طب انا مالي؟ لقيت بقى في الدقيقه 40 او الدقيقه 41 تغيير وكده. طبعا بقى انا كنت طالع كنت يعني زعلان جدا جدا، دي اول ماتش ليا واللي احنا خسرانين فيه.